الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفذ لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وأقول لكم أنه سيكون لسادو في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفرناحوم أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي أسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البار، ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة عدوي، ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماؤكم مكتوبة في السماوات. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. عين الرب السبعين آخرين غير الاثناشر، وأرسلهم اتنين اتنين قدامه لكل مكان هو حيمزمع حيروح فيه، وقال لهم: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده، وقولوا إنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ما تاخدوش معاكم لا كيس ولا مزود، وها أنا أرسلكم كحملان في وسط ذئاب، أرسلكم كحملان في وسط ذئاب. وعايز أقول لكم إن اللي يرذلكم يرذلني، واللي يكرمكم حيكرمني. فرجعوا السبعين بفرح قائلين: إن الشياطين، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: مش هو ده اللي فرحكم إن الشياطين بتخضع ليكم باسمي؟ افرحوا لأن أسماءكم كتبت في سفر الحياة، افرحوا لأن أسماءكم كتبت في سفر الحياة. ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء.
نتكلم كلمتين بس مش للوعظ. بيقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله. الحصاد كثير، معرفش هنا أحوالكم إيه، لكن في كل مكان في معينين للحياة الأبدية بس لسه ما يعرفوش المخلص، ما يعرفوش المخلص. في ناس بيدوروا على الخلاص لكن مش عارفين السكة. في ناس بيصلوا لإله ما هم مش عارفينه هو مين. الحصاد كثير. كلمنا مرة وإحنا في مصر عن حاجة اسمها زمن الرهريط. إيه زمن الرهريط؟ اللي من مصر وعجوز شوية يقدر يعرف كلامي، إن زمان كان نهر النيل يفيض من أول شهر مايو كده ويونيو ويوليو وأغسطس، يغطي الأرض. النيل يفيض، يفتحوا الترع ويفتحوا الترع على الغيطان، كل الأرض تتغطى ويبقى القرى كلها متحوطة بالمية زي جزر كده، ونمشي من قرية لقرية بالمراكب وتتغطى الأرض على الأقل 3 شهور، ويجي الطمي اللي هو كان بيسبب خصوبة الأرض. وحوالي كده في أوائل سبتمبر يبتدي النيل ينحصر، فيبتدوا يصفوا المية، فيفتحوا الغطان على الترع والترع تفتح على النيل، تبتدي المية اللي غطت الأرض تقل ومعها طمي، والطمي في المية يبقى زي التورته دي اللي بيربوها، ده اسم الرهريط. الرهريط ده فيه سمك، هيقل الأكسجين في وسط الطين والطمي ده، فتلاقي السمك ايه، يطلع منقاره لفوق او منخاره لفوق عشان يدور على الأكسجين، فتلاقي السمكة باينة من فوق. يجي حتى العيل الصغير ممكن يمسك السمكة. السمك ده اللي بيدور على الأكسجين، احنا بنشبهه الأيام دي على ناس كثيرين بيدوروا على المسيح، بيدوروا على المخلص. الحصاد كثير، سمك كتير، حصاد وفير، ناس بتدور على المسيح. ممكن بيقابلك ناس كتير ما هماش مسيحيين لكن بيدوروا على المسيح. انا هسيب الكلمة دي لكن حاجة للكلمة التانية، طلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة. مين الفعلة؟ هو صحيح هنا عيل 70، نعم، وكان الاول عيل 12، نعم، وفي ناس معينين، نعم، لكن طب احنا كشعب عادي وظيفتنا ايه؟ هل احنا متفرجين؟ عايز اقول لك في المشوار الروحي ما فيش متفرجين، وكلنا عمال وخدام، وقال انتم شهودي يقول الرب. وهنا منتهى الخطورة، انك تكون نايم وسلبي ومالكش دور. عارف القداس اللي احنا بنصليه؟ كل واحد في الكنيسة له دور، له دور. يعني الكاهن بيصلي ومعاه شماس بيصلي جوه، واللي بره هنا ده كله يقول يقول الشعب، يقول الشعب. دي عملية كلها متكاملة. انت خادم للمسيح وانت خادمة للمسيح، واوجدنا الرب لما قال انتم نور العالم كلنا، انتم ملح الارض كلنا، أنتم شهودي كلنا، أنتم شهودي. الغريبة إن ممكن تلاقي ناس ولا هم هنا، لسان حاله بيقول لنا كاهن ولا أنا شمس، أنا مالي بالكلام، وعايش يأكل ويشرب. عايز أقول لك وجودك مش تأكل وتشرب،
ولا تربح فلوس ولا تبني ولا تعل ولا تعمل أي حاجة، أنت هنا نور. ممكن سمعنا في القراءات لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، أنت السراج والمكيال هو إيد ربنا، تحط نفسك في إيد ربنا عشان تبقى شاهد للمسيح. ما كنتش عملت حاجة للمسيح من اللحظة دي، اجري وعوض السنين اللي أكلها الجراد واشتغل معها. طلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة، كلنا فعلة، كلنا. أنت فاعل في بيتك، تربح أولادك هيسألك عنهم ربنا في اليوم الأخير. ولادك دول دول ولاد ربنا مش ولاد البطن، ولاد البطن ماتوا في المعمودية، واللي عندك دول وديعة سلمها لك ربنا وقال لك احفظ الوديعة هتسألي عنها في اليوم الأخير. تشهد لبيتك، تشهد لجيرانك، تشهد لكل إنسان. يعني إيه أنتم نور العالم؟ يعني إيه أنتم نور العالم؟ يعني تلقائيا حتنور، يعني تلقائيا حتحمل رسالة، يعني تلقائيا حتشهد لإلهك. بس تشهد إمتى ومنين؟ اللي عندك بتظهره، والغني بيفرق، والقوي بيشتغل. غني بالمسيح غناك حيبان على غيرك، فرحان بالمسيح وفرحانة فرحك حيبان لغيرك. عرفت المسيح معرفة حقيقية هتلف وتدور وتقول اعرفوا المسيح، لا تهدأ، ويبقى لسان حالك أنا شاهد للمسيح، أنا كارز باسم المسيح. طب انت لا كاهن ولا شماس ولا خادم، لا يا حبيبي، احنا كلنا طينة واحدة، كلنا اتولدنا من فوق بالمعمودية، كلنا اخذنا الروح القدس بالمسحة المقدسة، كلنا معانا اناجيل ولينا كلمة ربنا، كلنا بنتناول من جسد الرب ودمه، كلنا اعضاء في الجسد الواحد، كلنا اخصان في الكرمة، كلنا شهود لربنا، شهود لطوباك ان كنت بتشهد لربنا. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعله. الرب عايز جنود، عايز جنود، عايز انسان يجي يقول له انا ذا ارسلني يا رب، انا تحت امرك، انا خدامك. عايز انسان رمى العالم من ورا ظهره وعرف قيمه العالم، قيمه العالم. صدقوني لو فكرنا في العالم اللي احنا عايشين فيه لحظه واحده، لحظة واحدة هنرميه من ورا ظهرنا بكامل ما فيه، لأن في لحظة في طرفة عين هنمشي من هنا. أوعى الشيطان ياخدك ويلهيك وتتلهي وتنسى إنجيلك، تنسى البشارة وتنسى الشهادة وتنسى الكلام وتنسى المسيح وتنسى الأبدية. الشيطان ممكن يصور لنا أن احنا هنعيش أبديا هنا، لا يا حبيبي، مش هنطول، دي غربة قليلة. أما تألف في الكتاب تلاقي يقول غربتنا إحنا كالغثاء على وجه المياه، كالغثاء على وجه الماء. عارف الغثاء يعني إيه؟ أما يحصل فقاعات كده على سطح المية، أو تيجي على شط المية كده عمال ينطر مية وتلاقي فقاعات، فقاعات دي تطلع فقاعة وبعدين تفرقع تفرقع، هاي دي عمر الإنسان على الأرض. معقولة؟ بيقول حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أنا أقول لكم ما أخبيش عليكم، أنا بشوف ناس هنا في منتهى النشاط، قديسين صحيين واعيين بيشتغلوا مع ربنا، لكن بشوف ناس نايمين. وانت اسأل نفسك وانا بتكلم دلوقتي، أنا مش بوعظ، اسأل نفسك انت من أنهي فريق، نايم ولا صاحي؟ قالت بر نافع في يد إلهك ولا إنسان مالكش دور؟ مالكش دور. لما حاجة قدام ربنا وحقف هيقول لي عملت لي إيه؟ أنا أخدت خلاص وأخدت نعمة ولبست المسيح ولدني من فوق وكان معايا وحفظني وحرسني وعينه سهرانة، أنا أخدت كتير، أخدت كتير، لكن عملت له إيه؟
عملت له ايه لما هتروح تقف قدامه لغايه اللحظه دي؟ عملنا له ايه؟ عملنا له ايه؟ دي انا جيلنا مقفوله في البيوت وبنيجي كما لقوم عاده. عملنا ايه؟ عملت ايه النهارده؟ ربنا بيكلمك ويقول لك انت شاهد لي وانا بحملك مسؤوليه. انا وضعت فيك روحي القدوس ليشهد. انت مكتف الروح القدس، مسكت الروح القدس، انت طافيه الروح القدس وحزين جواكي. انا اديتك كل امكانيه، ما قلتلكش روح تاجر وما اديتكش راس مال، لا ده انا اديتك راس مال بلا نهايه، اعطانا كل شيء كل شيء. يقول كانما انسان مسافر دعا عبيده واعطاهم امواله، كل امواله، وأعطى كل واحد، خلي بالك، أعطى كل واحد على قدر طاقته. فيش واحد ما أخدش، فيش واحد ملوش عينين يقدر يقرأ، فيش واحد ملوش لسان يقدر يتكلم، فيش واحد ملوش رجلين يقدر يمشي ويكرز باسم المسيح. أعطى كل واحد على قدر طاقته وقال لهم تاجروا إلى أن أجي. أنت تاجر، دعا كل عبيده، أعطاهم كل أمواله وقال لهم تاجروا، أعطى كل واحد على قدر طاقته وقال لهم تاجروا إلى أن أجيء. إحنا قدام مسؤولية كبيرة، قدام الغربة هتنتهي والأيام هتخلص واليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، وقريبا هنقف قدام ربنا. أقول له إيه؟ أقول له أنا أكرمتك في الأرض، أنا مجدتك. دي الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع وهو في حال جسده على الأرض في نهاية أيام جسده، بيدي تقرير للآب المبارك، دي له ريبورت. يقول له إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ بلساني ولسانك ولسانك لازم أقوله أنا قبل ما يمشي من العالم. بيقول له أنا مجدتك على الأرض، ولازم أنا وإنت وإنت نقول كده، أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. الله. وهل لغاية اللحظة دي أقدر أقول للآب المبارك العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته؟ أنا فين وبعمل إيه؟ بعمل إيه؟ لا هقدر اقول له انا اشتريت ولا بعت، لا هقدر اقول له انا بعت وبنيت ولا عليت، ولا هقدر اقول له انا كبرت ولا ربيت، ولا هقدر اقول له انا جوزت ولا حوشت فلوس ولا ورثت عيالي كذا، مش هقدر اقول له كل امور الدنيا دي. لا، هيقول لي عملت لي انا ايه؟ كلمت كام واحد عني؟ شهدت عني ولا لا؟ انا جبتك هنا ليه؟ جبتك لسبب واحد بس، انك تشهد لي. وان كانت الايام عدت ننقذ الايام اللي جايه، واقول له عوض لي السنين اللي اكلها الجراد. وبعدين بيقول اطلبوا من رب الحصاد. اطلبوا يعني ايه؟ افرض مش قادر تمشي، مش قادر تكرس، مش قادر تعمل، اركع وصلي في البيت، سهلة الحكاية دي، لكن مهمة جدا. اطلبوا يعني صلوا، اطلبوا يعني صلوا. لازم يكون لك ركب ساجدة، لكن لابد يكون لك أيادي طاهرة مرفوعة، أيادي طاهرة. لازم تقف قدام ربنا بلجاجة بلجاجة. لازم تعوض السنين. مش قادر تكرز وبتقول أنا ماليش فدية، صلي. أظن الصلاة ده سهل على كل إنسان، سهل على كل إنسان. لكن عايز أقول لك إن كان المشوار صعب هو حلاوة مشوارنا، إن كان السكة مليانة ذئاب، ها أنا أرسلكم كحملان في وسط ذئاب. وإن كانت السكة فيها صليب وفيها تعب، لكن ما تنساش إن المسيح رفيقك في الطريق،
مش بس حيشيل معاك الصليب، ده حيشيلك ويشيل شيلتك. ما تشيلش هم لا تاخد معاك لا كيس ولا مزود. حتمشي وانت صاحب سلطان، اعطاهم السلطان ان يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. حتمشي وانت صاحب سلطان، حتمشي وانت قوي، حتمشي وانت معزز مؤيد بقوة سماوية. حتمشي وكون انسان غير عادي، غير عادي، غير عادي. انسان المسيح الحقيقي اللي عايش مع ربنا انسان غير عادي. حترجع فرحان وتقول له رب الشياطين تخضع لي باسمك، حيقول لك انا افرحك اكتر، افرح لاني اسمك كتب في سفر الحياة. وحتيجي عندي وحتوقف قدامي وحتسمع الطوبة وحتسمع النعيما قريبا جميعنا سوف نظهر 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 أمام كرسي المسيح. سوف نظهر نظهر يعني يبان محتوانا من جوه. تفتح الأسفار وتعلن الأسرار ونقف أمام الملك. الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، وأهل اليمين حيسمعوا تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم لأنكم شهدتوا لي وخدمتوني. المسيح حاضر معانا، هو الكاهن وهو الذبيحة. حاضر معانا شخصيا، حاضر معانا شخصيا. راجع حساباتك الآن، وبلاش تطلع زي ما دخلت. ما كنتش عملت حاجة للمسيح لغاية اللحظة دي، قل له استلمني وسامحني واسند ضعفي وغيرني يا رب، احط ضعفي في يمين قوتك. استلمني من اليوم اكون شاهد ليك، هتصاحب انجيلك، ويبقى لك خلوة وصلوات شخصية، ولسانك ينطلق لشهادة حية لاسم الملك المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مسلوب قبل قلوب مستوى الآب الجوهر الذي كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء، تأنس وعرف عنا على أهل بلاطس البطي، تألم وكبرى، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب،
وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي يدي أحياء والأموات الذي ليس من فيه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصر الآب نزل له مجده مع الآب والإب مناط الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بأمرها وحيد المغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية. آمين. أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني استيمة يكوني שליל בלוגי תה אביב רוזף כיסטוס איתה אירי ניפסי כתוב נמתי סוף יא אללה العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام السمائي هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على الرسم قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت يا رب
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وعطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم نشكر الرب مستحقا وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها جلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوات وإلى الشرق زوره أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو سته الاجنحه يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين Yeah.
قدوس 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 بالحقيقة أنت أيها الرب ولا هنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بالموت الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الإقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت هتم بك منوجنيس شير بن شويس وبن نوتي وبن ستيرسوس بيا خريستوس فايت فايت بولخم في ابن ومايت اوام نم بولخم تي بارثينوس اث اوام ماري شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا برؤيك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم أحبه إلى المنتهى بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا مساكين به مباعين من جهة خطايانا نذل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا صعد السماوات وجلس عن يمينك ولام وحدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعد ويجازي كل واحد وواحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما وراء سمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين المحيتين نؤمن أن هذا هو من حقيقة
ونظرا إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرا. وباركه وقدسه سماه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. أيضاً الكاس بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. آمين. وبركها. تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. كل مرة تأكلون
من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى الأجين. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصادقة إلى السماوات نتارم نسبحك مباركا نشكرك يا رب ونتضرع إليك فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح أن نثبت أساس الكنيسة. يا رب القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. ثم والذين يرونهم ثبتهم للكليروس نسكا للرهبان. يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية
حياة صالحة للمتزوجين رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء يا رب ارحم وداعة للفضلاء معونة للمساكين الذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير المؤمنين يا رب ردهم ولتنقض اختلافات البيعة تعظم أهل البدع نحن جميعا احسبنا فيه وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم لأننا مستحقين كلنا يا سيدنا تنام قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب السلام الواحد الوعيد المقدس الجامع الرسولية يا رب اقنعتها لك بالدم الكريم الذي مسيحك فاز بسلام وجميع الاسف الاردوكسين الذين فيها اواسكن يا رب ابونا الطوال المكرم رئيس الكهنه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني شريك خدمه الرسول يا ابي اسقف المكرم انبا سرابيون يا رب يصلون معهم كلمة الحق باستقامة نعم بهم على بيعتك المقدسة كروقتك بالسلام اذكر يا رب القوامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطارد كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله خلاص هذا الموضع المقدس الذي ناكل موضع كل ديون تابانا الأرثوذكسيين يا رب ارحم ساكنين فيها بإيمان الله شعبك شعبك وبيعتك يطلبون إليك إليك وبك إلى الأبي معك قائلين ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا
شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا ربي الأنهار والزروع والعشب والسماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها نعمتك فرع وجل أرض يروح حرث وأن تكثر أثمارها أعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا زماننا كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا سان بنت مكمون وجنيس انشير اثرين اشبير برمان تاني اثوان طاك اني قد اقسم شوي استكر مبني اثواب تيرو اطار انا كنجان والسواب دي باتري انشيس نيا بروبتيس دي وصولوس تري فيوش نيا بانجلستيس دي مارتيروس دي ومولويتيس دي مدوماني بنس بيطاق وكابل فين ناتي En odeces o anzenoto en barcenos en cion y ventice oro con suave ti En umethmi nempiaius Ioannes biebrodromos antistis martius Ioannes swans bajdeacnos brot martirus nempi theoremos angelistis marcos biabostos suavohem martirus pi patres in suab savinos mensadis conos meios sanas pausunicus sanctis vitres sanctis varsherems Nempiaius Ioannes bi Christos nempiaius Theorosios nempiaius Theophilos nempiaius Dimetreios nempiaius Kerellos nempiaius Vasenios nempiaius Herodios bi Theologos nempiaius Herodios Damatoros nempiaius Erigoreios Birmanes
نمپی شم شش بین تا صادق نکرم شتن کستانتینوپولیس بستام شن تفسوس نمپنیوت دکی از بنشتی آوانتونیوس دم بثمی آوا پاولی نمپی شم تسوا بابا مکاری نمنو شیری تیرون استارو فورونس بنيوتا نس بغمينوس تميوتا وميشوي بثمي برو من دانيوس ذيلتا يونن تشالاو جنتا بنسو تير ناثوس بنيوتا وليم طموزا كل ماستيس تميشو سلوسو عمد رويوس ماكسيموس تمدو ماديوس نيمة ميم سيت مارتيروس تيخ اللوين تنشيت ميقوني سواب آبا موسى لميانس كاريس تيروس بنيوتا دانيل بغمان وستميوتا سيروس بريستر وستميوتا بخمون تكونا تادروس باستيس نم بنيوتا وانشينودا بيارشي مانتيس وواوي سوماستيس نم بنيوتا وانوفين وميوتا كراسي من بفتم تسميوتا وانس بيانا خوريتيس بنيوتا سامويل بمروتيس وسلم باستيس بنيوتا وانتيس تاوفين وزبيريت بيستوس بنيوت أبرام بيرسكونستي في يوم نام بخور وستير انتني ثواب انطاك كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين سألتم وطلباتم ارحمنا كلنا من وانقذنا من أجل اسمك المبارك القدوس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم الذين نسكن الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك مينا جورج صبح إسحاء ومريس رفعت ولياس جبران وجراندي جودا وطلعت حنا وشفي داود ورزان لابراهيم وذكر ساويروس وجلال جرجس وجريس بخيل وعماد فايز عياد منير عزيز بخيت أدولف سند صبحي سند شنودة سليمان سليمان عازر عادل مرهم عوض بطرس رمزي اسكندر ومريم صبح وإيزابيل رفعت وعزيزة يوسف مرثا كامل مريم جرجس دميانة منصور فهيمة جرجس سميرة دوس فيكتوريا أمين مدلين سوريا العايدة مخيل كدير مخيل فوزية بطرس سلوى عزيز شوكار مخيل في حضن أباء قديسين إبراهيم أسحاق ويعقوب علم في موضع خضر على ماء الراحة فردوس النعيم موضع الذي على المحصد والكاب والتنهد في نور قديسك المجد نفوسهم نيحوا في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع
ونحن أيضا غرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك إلى التمام. يا مكان هكذا يكون من جيل يا الله إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم. فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وأسعاد أسرار الإلهية غير الميتة. الجسد المقدس نسكن لجسدك المقدس والدم الكريم اللذان المسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيها الرب إلهنا العظيم والذي اسمه عظيم
أبو الرافات وإله كل عزاء الذي قبل إليه من أيدينا نحن الضعفاء الخطاة هذه الذبيحة العقلية والحقيقية الغير دموية يا سيدنا الصالح محب البشر طهرنا من كل دنس الجسد والروح واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة خلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا وجوابا أمام منبارك المخوف وجوابا أمام منبارك المخوف وجوابا أمام منبارك المخوف ولنستحق أن نجسر بدال أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات الله
ريف شويس الانجن ثوت ازمائر استحقا ما روحك الناسب بخوف الله امين كريا لايصان كريا لايصان كريا لان Kyrios Jesus Christus Eyyad Theo Agyaz Musibnevma Agyun Amin Iso Benagios Betir Iso Benagios Theo انتو بنجيون ابن ما Χριστό το Υιό του Θεού ημών. Αμήν. Χριστό το Υιό του Θεού ημών. Αμήν. Εσνο φιντε εμμένου ηλπενούτη φαϊ πεχενόμεθ με Yeah.
آمين آمين. أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الخبز الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاص البنطي وسلمه عنا على خشب الصليب المقدس بارادته عدا عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا بديا لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن حقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا يذكرون في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاقين من هذه الأسرار المقدسة السمائية الطاهرة يا رب ارحم على ما ذرا
مبارك لا باسم الرام سام بهو على ما ديرته God.
Oh, man.
سرين شاشني ابنا السلام لمبشنودة رئيس المتوحدين، السلام لمبشنودة طائر الشياطين، السلام للغيور الذي حضر المجمع وبكتنا السرعة أن يرجع، السلام لموت الجليل وداع الناموس بك يلك التمجيد للرب القدوس، السلام لمبشنودة الحامي عن الإيمان، السلام لمبشنودة معلم الربان، السلام
لمن تملى بكنيسة الأبكار، والمسيح له تجلى وكشف له الأسرار. سلام للمبرور الملتحف بالنور، منه يفوح البخور نعمة وبهجة وسرور. سلام للمتحلي بالفضائل المسيحية، ونوره يتلالى ينير في البرية. في الحاضرين يا سراج الرهبان، واجعلهم ثابتين في نعمة الإيمان. طوباك ثم طوباك يا مرشد النفوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس. تكبير اسمك يا أخوة كل المؤمنين، الكل يقولون يا إلهام بشنودة عنا أجمعين. في كنيسة الغالبين الأبرار الباتولين، مثال للكاملين بنيوت أبا بيشوف. في مجمع نصك يضيء وجهك كملك، يقولون طوباك طوباك الإسكيم والصليب زينة وادي هبيب، منك يا في حيئتهم بنيوت أبان بيشوي. اختارك منذ سباق الله الأب ودعاك، أشار إليك بملاك صرت علي شهيد مثال في طريق الكمال إلى مدى الأجيال. كنت لله قريب، بل صرت له فجاك شخص غريب بنيوت أبان بيشوي. طوباك يا أنبا بيشوي يا حبيب ابن الله، نظرك مثل صديق بنيوت أبا بيشوي. يدك أخذتني وغسلت له قدما، وعشت في رضا بنيوت أبا بيشوي. فضت أعماقك وتباركتك ولك، وصرت عليك ما لك بنيوت أبا بيشوي. وضعت الليل صلاة سهر في حوض الله، بهمس ومنجا بنيوت أبا بيشوي. في الصلاة والسهر في معناه، منك تعلمنا بنيوت أبا
مثل أوطار العود وتقول مزامير داود يطاب بشوي وديعا كالحمام بعيون لا تنام ولا تخطي في الكلام بنيوت أبا بشوي حملت يسوع البار على منكبيك بوقار صرت كرمى للمطار بنيوت أبا بشوي حملته كمسكين بقلب فرح آمين وهو فادي العالمين بنيوت أبا بشوي فتجلى لك بوضوح وأضاءت الجروح فصرخت بفرح الروح بنيوت أبا بشوي ممجد في سماء تواضعت ما أخنا أنا أول الخطى بنيوت أبا بشوي السماء هي كرسيك والأرض موت قدمي صانعت يديك بنيوت أبا بشوي لم يغرقني اللاهوت وبنارك لا أموت يا رب الصباوت بنيوت قبل الأحكام بنيوت أبا مركبة الشاروبيم المملوءة تعظيم تحملك يا كريم بنيوت أبا بشوي لك السلام مغفور لك الأسام
بنيوت أنا رب الأمجاد أمرت إلى الأبد لا يعرى جسدك فسال بنيوت ضنتني ولو تشمت بي عدوي بنيوت أبا شو يوم أجدك يا يسوع يا أيها الينبوع إليك أطش وأجوع بنيوت أبا بشوي تعظمك نفسي وتبتهج بك روحي يا الله مخلصي بنيوت أبا بشوي لأنك نظرت فحملتك بجسدي بنيوت أبا ويا العالم يفرح بي والأجيال تطاف وابني ودود لا يفسدني بنيوت شهاد محبوب يضيء ميزان القلوب علمني كيف أتوب بنيوت أبا ميشوي أذكر نقائصنا واطلب من الأب عنا بصلاتك أعنا بنيوت أبا بشوي تفسير اسمك في أبواب كل المؤمنين الكل يقولون لا إله إلا أنت بشوي أعنا أجمعين سمع Oh,
لك هذه الذبيحة الطائر بالتسبحة إلى العلو، اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا. أمين الليل يا زو سابتريك أيوك أقيم نماتك ننكعي كستوسي أنستوني أنن آمين تنهوش بولنغو إمسجي أبنشور سيسوس بخرين Sos es moni irin te et ve mare bek nainen tek herin ayen soften bek lao Sotye mon oh nainan ki elei son ki elei son ki elek nogi son amin es moeron es moeron es timatanya konye evon gombi es أمين بخريستوس بنوتي. أمين يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. واجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تأكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، اغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا أدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. نشكر ربنا كتير على الفرصة الحلوة دي، فرصة النهضة اللي قام بيها أبونا المحبوب أبونا مكاري يونان في فرصة عيد الرسل، عيد الآباء الرسل، من يوم الخميس الماضي لغاية قداس هذا الصباح. ربنا يبارك خدمته ويديله الصحة ويكرر لنا الزيارة الجميلة دي، تبقى عادة مقدسة في كل سنة. وبنشكر قناة الكرمة اللي سجلت وأذاعت على الهواء عظة امبارح بالليل، وأذاعت القداس ده والعظة بتاعت النهاردة، سجلوه وأذاعوه في نفس الوقت. طبعا بنشكر ولادنا كمان بتوع الخدمات السمعية والبصرية اللي سجلوا، وإن شاء الله تكون كل التسجيلات دي موجودة في مكتبة الكنيسة. وانتوا خارجين هتلاقوا في بعض الهدايا بتقدمها لكم قناة الكرمة، بنشكرهم عليها. وطبعا باب المساهمة في خدمتهم مفتوح. معرض الأسر المنتجة للمأكولات يدعوكم لزيارته أمام غرفة الأربان أمام الكنيسة الصغيرة. ياريت بعد أخذ لقمة البركة كل اللي عايزين يسلموا على أبونا مكاري أو ياخدوا بركة منه يبقى تحت في القاع، نديله فرصة بس خمس دقايق كده يشم نفسه ويشرب فنجان قهوة أو ياكل لقمة، تلاقيه ملحقش ياكل من ايام صيام الرسل. وفي اكل برضو لكم انتوا، وبعد كده ممكن يقعد شويه مع كل اللي عايزين يسلموا عليه وياخدوا بركته. لكن لو هجمنا عليه هنا هيتعب ومش هتلحقوا تقعدوا معاه ولا تتكلموا معاه، فخلينا نبقى منظمين وهادين على قد ما نقدر علشان الكل يستفيد وياخد بركة. كل سنة وانتم طيبين.